خلينا ناخذ السنة اول شيء نفهم المساله. المساله هون في عندي ماجنتيك سيركت، بنحسب نعمل حسابات اللي فيها. فعندي في ماجنتيك كور من فيروماجنتيك ماتيريال. خلينا ارسم اول شيء الرسمه تبعت الفيروماجنتيك ماتيريال او الكور، بنسميه الكور. الكور هذا شكله هيك. طبعاً هاي إلها ثيكنس طالعة من الصفحة، يعني هذه مش منبسطة، مش مستوية، مش هيك، إلها سماكن هون، يعني إذا بدي أرسمها بشكل صحيح لازم أرسمها هيك. واضحه هاي المفروض شو يعني الفكره تبعتها؟ فيها ثيكنس. ونفس الشيء ايش كمان ناقص لازم نكمل؟ ليش هذا خطنا خط مقطع؟ انه مختلف شو بعيد انا ما بشوفه. ماشي واضح هيك، بس احنا ما بنرسموش يعني بنترك هاي التفاصيل. اذا السؤال رح يعطيني الدبث، الدبث على فكره هون 10 سم. 10 سنتيمتر. ايش هاي المادة لازم تكون؟ حديد فيرومغنتيك. بدها تكون هون فيرومغنتيك. ميتريال او كور. فيرومغنتيك ماتيريال، وبالحالة هاي حاطين هم بس فيرومغنتيك ماتيريال بهذا الشكل. هلا عندي هون في عندي عدد من اللفات 200 ترم. 200 لفه. هلا عشان انا ابسط الامور مع ابسط الرسمه راح اشيل الخطوط المقطع والخطوط الخارجيه، بس انتم فاهمين انه الثيكنس 10 سم. راح اشيل هذول هون عشان بس اقدر ارسمها بشكل اسهل. راح اشيلها. بس هيها واضحه من هاي الجهه. اذا هون عندي جبت هون كويل لفيته عدد من اللفات. عندي هون ان عدد الترز يساوي 200 لفه. وبعدين عندي دبت حكينا هون انه 10 سم. طبعا كل شيء بدي احوله للامتار، لما بشتغل هون بدي احوله للمتر، فبدي اقسم ال 10 سم بقسمها على 100 عشان تحول لامتار. عندي الفلك الكرنت هون 1 امبير. اذا شو بقدر احسب مباشره الان؟ مباشرة هدول الرقم عين جمع. لا قبل ايش؟ قبل التدفق فاي. ايش عندي اول شيء بقدر احسبه من ان اي؟ ان اي شو هو؟ ام ام اف. ام ام اف قنابل الماجنتوموتيف فورس. اذا اول شيء بقدر احسبه الماجنتوموتيف فورس اللي هو بتناسب مع عدد اللفات وبتناسب مع الكرنت اللي انا مره، وهذا بكون بعطيني ام ام اف بهذا الاتجاه. مضبوط؟ إذن هذه أول شيء. خلينا نشوف إيش في أشياء ثانية كمان. ميو معطيني ميو آر. ميو آر بتختلف شوي عن ميو. ميو آر يعني ميو ريلاتيف. ميو لأي مادة بيساوي ميو آر إلها ريلاتيف. ريلاتيف يعني بالنسبة لمين؟ المادة. شو هي المادة الثانية الريفرنس؟ الهواء. لا الهواء فري سبيس، بالنسبة لفري سبيس. فهذا يعني فإحنا بنقارنها بالميو نوت. فميو نوت عندي هون للفري سبيس او الهواء نفس الشيء 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7 هنريز بير مول. هاي الماده الفيروماجنتيك اكبر من الهواء ب 2500 مره. يعني ميو ار للماده هاي 2500. شايفين مش اسهل هيك اقول 2500 ما اقدر من هذا؟ يعني ايش عمالي بقول؟ عمالي بقول انه هاي الماده مغناطيسها اسهل ب 2500 مره من الفري سبيس. ميو ار فبيطلع عندي ميو. ميو نوت ايش وحدتها؟
هرس بير متر ميو ار شو وحدتها؟ هرس بير لا سكوير لا. لما انا بقول انه انت معك 100 دينار وانا معي 10 مرات المصاري اللي معك قديش انا معي؟ 2000. اذا انت معك 100 وانا معي 100 مره ضعف اللي معك معناها 100 في 100 10000. المصاري اللي معي قديش وحدتها؟ دينار. المصاري اللي معك شو وحدتها؟ دينار. نسبه مصاري لمصاريك شو وحدتها؟ ما هي هذا منشن لانها هي نسبه مزبوط. نفس الشيء هون هاي هي عباره نسبه ما بين هاد وهذا، فهذه دايمنشن لس، هذه هذا دايمنشن. هاي ايش راح تكون دايمنشن تبعتها؟ واضحه هاي دايمنشن لس لانها هي نسبه، نسبه 10 مرات 20 مره 30 مره ما لها دايمنشن. من هون اذا هون بيطلع معي النيو تبعت هاي الماده اللي هي فيرو ماجنتيك في حاصل ضرب الرقمين ببعض، عندي 200 لفه و10 سم. هلا بقيه الدايمنشنز لازم نرسمهم هون على الرسمه، فعندي هاي معروفه 10 سم عندي من هون. هلا رح اطلع رح يكون في عندي هلا مين باث، مين باث وين قلنا بيمشي؟ انا افترض انه عماله بيمشي بنفسه تقريبا الطول تبعه بالنص، تقريبا بالنص، رح افترض انه تقريبا هيك هذا هو المسار تبعه. هذا طبعا شيء تقريبي، احنا كل حساباتنا هون في الماجنتيك سيركت هاي تقريبيه، في اشياء كثير عم نفترضها ورح نحكي عنها بعدين، راح احكي عنها بعدين ايش افتراضات التبسيطات اللي احنا افترضناها منها. اذا انا عندي هلا هذا، خلينا اول شيء ارسم، خلينا احطه بلون ثاني، دايمنشنز نحطها بلون ثاني. اذا عندي هاي المسافه اللي موجوده هون 10 سم. كم متر يعني؟ 0.1 بعدين عندي 30 من هون لهون 30 سم، عندي هاي اكبر شوي هذه 15 سم يعني جوا 30 ايوه هاي المسافه 30، يعني اذا بدك ترسمها ارسمها هيك ماشي هيك اوضح؟ هي كامله 50 نعم كامله 50 ايش قلتها 50 عفوا؟ كاملة قطعة كاملة كاملة لا بدك تشوف هذا شو الرقم هذا 15 بعدين عندي هذول من الجهة هاي نرسم بدنا نشيل كلمة فيرومانجنتيك رح اشيل هذا انتم فاهمين انه بديش اخبطكم في الدايمنشنز صح؟ بتكون واضحة هلا عندي هون كمان هيك هذه المسافات هي 15 30 15 ماشي واضح هيك صار عندي كل شيء من هون مين معي الكتاب يتاكد من الارقام لما تطلع معنا انها صحيحه؟ معك او هي هون خلي معك هذا طلع لي عشان لما احط الرقم بس اتاكد اتاكد انه صحيح لما تكتبوها اذا نعم تفضل 10 اي 10 عفوا 10 هاي هاي 10 سم هاي المسافه هاي المسافه هاي 10 هاي 30 هاي 15 هذه 15 30 15 هلا فيكم تنتبهوا على شغله مهمه ليش نعم انه هذا بمر من النص احنا هذا تقريب افترضناه يعني احنا قلنا ما راح يمشي من هون فكانه المين باث هذه بنسميها المين باث مين طرف اللي بيهمنا هذا اللي بدنا نحسبه هلا خلينا اول شيء بدنا نحسب الريلاكتنس تبعت كل القطعه هاي اللي موجوده هون تذكر حالك قانون الريلاكتنس ايش كان قانون الريلاكتنس؟ مع ايش بزيد الريلاكتنس؟ مع الطول مش هيك؟ وايش مع الناس العكسيه؟ مع ايه؟ وايش كمان؟ سيجما لمين سيجما؟ لو كانت هاي ايش؟ الكور لو كانت ريزيستنس بتكون سيجما، بالحاله هاي ايش؟ الماده هاي المغناطيسيه ايش هي؟ نيو نيو اذا هاي هون بدنا نحسب هلا لاحظوا في عندنا مضبوطه ماشيه خلص بدك توقف هيك تمام اوكي